حققت الطريق صفحة جديدة وصورت. ليه لما انت حققت فيها ما اتنشرتش قوي كده وبعد كده اتنشرت من طرق تانية؟ مش فاهم يعني. الكلام النهارده في قضية نيرة والولد اللي قتلها. انا دي معتقد عايز اقوله قبل ما اتكلم عشان في كلام بيحرق دم. الشخص اللي بيتحول لمجرم، احنا اتكلمنا ده قبل كده، بيبقى عقاب من ربنا من كمية الوسخ اللي عمله في حياته واللي في قلبه، بيعاقب بان هو يبقى مجرم يبقى قاتل. ربنا ما بيظلمش حد. صح. الشخص يبقى كويس وجميل وقلبه طاهر، ولا تزر وازره وزر اخرى. بالظبط. فالنهارده خلينا نقول اذا اردت ان تعرف مقامك، يعني مقامك عند ربنا، فانظر اين اقامك. ربنا استعملك في قتل يبقى انت راجل مش كويس. أيوه. استعملك في صلاه، في دين، في دعوه، تبقى انت راجل كويس. استعملك في خير، بتبني، بتعمر، تبقى انت راجل كويس. فخلينا نقول الناس اللي متعاطفه غيبيا كده من غير ما نعرف ان هو وصل لهذه المرحله، فلا بد ان هو يعني دايما في صديق لينا، قضيه مشهوره بتاعت الشرقيه، اللي قتل مراته وعياله. فقال لي هو بدا جوزها بدا في الاول يتفرج على حاجات سحر وشعوذه وكفر في البيت، فبعد كده تحول لقاتل. فلازم تلاقي لا كان عق الام ولا كان مش عارف ايه، كان موكل فلوس حد. بالظبط. حاجات ادت في الاخر لنهايتي ان الشخص ده لازم ينتهي اصلا. ده عقاب. بالظبط. ارتكابك للجريمه دي عقاب. صح. يعني هي البنت مش هتعاقب، بالعكس ده ممكن يكون رحمه ليها ومغفره لذنوبها، وهي تعتق تخش الجنه بسبب القتل، وهو اللي شايل الاخره يعني. خالدين فيها. بالظبط. يعني هو ختمته ايه وهي ختمتها ايه. صح. فخلينا نتكلم بقى على الناس كانت متعاطفة مع المجرم القاتل ده. الناس دايما بتسأل ليه الشخص العادي بيتحول شخص مجرم، فإذا في دوافع أدت ليه ان هو تحول من شخص بسيط عادي جدا، حتى تصرفاته حتى الغلط بسيطة جدا، الى انه يبقى مجرم وقاتل. فاحنا دايما بنبص بقى على الدوافع، ايه اللي خلاه يقتل نيرة؟ انها ضحكت عليه، انها عشمته، انها استغل ده من وجهة نظرهم، انها استغلته في ان هو يعمل لها ملخصات والمذكرات ومش عارف والملازم، وفي الاخر بقى ضحكت عليه، يلا انت مع السلامه، احنا خلاص انا كده ايه خدت 4 سنين في الجامعه و30 على قفاك، وانا مش محتاجه منك حاجه تاني. فبتبقى سنه التعاطف هنا، انت اللي عملت فيه كده، انت اللي خليتيه يتحول الى قاتل. كان في قضيه يمكن من بس معنى الناس اخلاقها توصل انها تاكسبت ده وتصدق السيناريو ده، الناس اخلاقها باظت. بس ما فيش دفاع عن قاتل، ما حدش بيدافع عن قاتل، ما حدش بيدافع ابدا عن المتهم. يوضع مبرر لقاتل، هم بيحطوا مش يعني. انا النهارده اي واحده ساعدتني ساعدتها وسابتني فعلق شماعه فشل عليها فراح اقتلها، لا ملوش مبرر. انا بس بفسر لك ليه الناس بتقول ان هو ليه، هو الناس بس بيقول طب ليه عملت فيه كده؟ بس انا بشوف، انا بصراحه بشوف الناس دي ليه حولت لشخص زي كده؟ مجرمين مؤقتين. في موضوع فعلا عايز اقول لك عليه، الموضوع حصل من 48 ساعه. بنت في البراجيل مخطوبه لواحد وحصل بينهم خلافات، مخطوبين من 4 شهور، فاللي هو خطيبها دخل صاحبه قال له حاول تحل يعني معاها وكده، هو مديره في الشغل ومتفتحين مغسله يعني مش حاجه كبيره. فالمهم فدخل بقى بينهم عشان يهدي الاجواء، فلا ما عرفش. فبعد كده هي سابتهم وانفصلوا، وفي الاخر خطيبها القديم ده اكتشف ان هي اتخطبت لصاحبه، فبقى غيره بقى وحقد، وازاي ده انا اللي مدخلك عشان تحل بينا تخطف مني خطيبتي، انت ضحكت عليا، انت خنتني، فقتله. فبعد كده الناس بقى بدات تقول لها ايه، انت تسببتي في ان خطيبك القديم يتقبض عليه وممكن ياخد اعدام وخطيبك الجديد يتقتل، فانتحرت 48 ساعه. فالناس بدات انها تلومها على الموضوع ده، فالناس رغم ان هي ليها حق الاختيار. بالظبط. وهي ما عملتش حاجه، واحده سابته واحده خطبت لواحد، بس الناس بدات ان هي تهاجم الموضوع ده، فزي كده الناس بتهاجم، ادى الانتحار، انتحرت بالفعل ومات. فده اللي ادى بقى الناس تتكلم على نيره، ليه عملت كده وليه خليتيه يعمل كده، بدات بقى يجيبوا لها الصور وحاجات زي كده، لكن طبعا ده كله خطا. بقى بيفكرني عشان كده دايما بقول للناس ما تدخلش حد يصلح، ما تبقاش راجل كده مش راجل، تجيب راجل تاني يكلم مراتك يصلحها بينك وبينك. لا ده مش صح. شفت شيخ داعيه يعني ومتجوز بنت شيخ معروف يعني معروفين، فكلموا شاب متدين يصلح بينه وبين مراته، كانت كتب عليها. ف يعني في الاول بيحاول يصلح، بعد كده البنت اصرت على الطلاق طلقها. عدى كام يوم واتجوزت الشيخ التاني. طبعا الشيخ بعد الجواز اكتشف انها مش احسن حاجه يعني، طلقها برضه.
الفكرة في ايه؟ انت اصلا غلطان صح، مش من المروءة والرجولة ان ادخل راجل وانا في خلاف بيني وبين مراتي. لا، هو انا لو وصلت ان ادخل راجل، لا انت بالسلامه روحي انت تدخلي مع راجل بقى وكلمي راجل تاني. بالظبط. فانا بقول للناس يعني برضه بالنسبة ما تعملش ده. دخل اهلها، دخل اهلها، دخل ست او حابب يعني، او انت الراجل عندك قوامه اقعد حل مشكلتك جوه بيتك. لا، ومعرفش استعين بضعف يكون مباشر من الدرجه الاولى، اخوها اختها والدها والدتها. دخل راجل غريب يطبطب وبتاع، فين رجولتك بقى؟ سؤال بقى برضه كان ساله اسامه، وسؤال مهم جدا، ليه قضيه نيره كانت واخده الزخم الاعلامي ده والاهتمام ده مش في مصر كلها؟ انا اسف بس عشان اسامه اعترض على حاجه قبل ما تكمل. هو الشيخ ادعك عليه، يعني الشيخ ادعك عليه ان انا مظلومه والولد اكتئب وانتكس، والشيخ ادعك عليه واتفاجئ انه ادعك عليه عم مطلق. والشيخ غلطان، بس انا قصدي ان حتى ليه بقول شيخ؟ شيخ من ظهر شيخ وداعيه واتفتن. فانت ما تروحش هتجيب واحد عادي بقى مش عايز يتفتن. لا، فدايما قصه تجيب حد يصلح لي على مراتي راجل تاني. صح، ما خليك راجل. الموضوع بقى بتاع نيره ليه انتشر وليه خد الزخم الاعلامي ده؟ عشان احنا عندنا يعني طبيعه، الحاجه اللي ما نشوفهاش ما بنصدقهاش. فاحنا بنشوف كل يوم جرائم، وانا اعرف طبعا جرائم كتير جدا، مذابح ماكن ما اتصورتش، فقضيه نيره اشرف اتصورت. فانا بقى بقعد ارسم ده عمل ايه ما عملش ايه. لا، ده الصحافه مثلا ممكن تكون يعني بتبالغ، لا ده يمكن هو بينكر، لا ده هو بيعترف، لا ده دول بيتهموه باتهامات باطله. لكن احنا كان عندنا وقعتين فهم الاثنين في نفس الشهر، واحد مرتكب مذبحه الريف الاوروبي، ده قتل صاحبه وقتل اثنين من بناته وقتل اثنين من احفاده، يعني قتل خمسه، دخل دبحهم كلهم، محدش يعني خدتش زخم قوي يعني. بعديها باسبوع او ب 15 يوم حصلت نيره اشرف، فنيره ليها فيديو وهو بيمسكها وبيدبحها وكده. عشان كده الناس تعاطفت طبعا مع اللي شافته عشان خدت الزخم الاعلامي. اي جريمه خد بالك لو مصوره الناس بتتعاطف معاها وبتبقى يعني ترند، لكن قضيه مش مصوره انت عشان تقنع الناس بيها بيبقى صعب شويه، ما بتاخدش نفس الزخم ده. عشان كده خدت الزخم، ويمكن اشهر قضيه يعتبر هو بصراحه موقف اخر مثلا 10 سنين بشع قوي طبعا. لكن بعديها كان في واحده اسمها سلمى بهجت برضه خطيبها قتلها بنفس الطريقه، بس عادي بعديها على طول، بعديها على طول ما كملش شهر شهرين واحده قتلها برضه بسبب خلافات زي كده ودبحها وخلاص، بس ما حدش يتكلم عليها يعني شهر وخلصت الموضوع. ليه؟ مش متصوره، مفيش فيديو للواقعه دي او للجريمه دي. بالمناسبه انا بيعجبني في الامارات الكلام ده بيفرقش، صورت اصلا ممنوع تصور جريمه، لو صورت جريمه انت تتحبس. على فكره في قانون بيتكلم في كده، النص لا تجرؤ انك تقف تتفرج على حادثه، حظر التصوير، بيجي الشرطي يخالف الحادثه ويخالفك وانت واقف تتفرج، يقول لك تعالى هويتك مخالفه زيك زي اللي عمل حادثه. لا، فانت هناك تشوف الحادثه تبلغ وتسيب الطريق ماشي، لا تقف تصور ولا تعمل ولا على اي حاجه. صح. الحاله الوحيده اللي ممكن تفلت لو كان تدخلك هينقذ الجريمه وده شيء واضح وجلي وبرضه الناس بتخاف تعملها. فالفكره ان من ميزه الامارات ان انت مش السوشيال ميديا او التصوير اللي هيحرك، قتلت تصورت ما تصورتش نتيجة واحدة، سرقت اتصورت ما اتصورتش نتيجة واحدة، عملت مخالفة اتصورت ما اتصورتش. بس احيانا التصوير بيبقى شاهد، بيبقى شاهد قوي جدا ودليل قوي جدا، ما فيش اي دفوع تقدر ايه؟ هي كلها متصورة. لا، في جرائم ما تصورش، في حاجات تحصل في الشوارع ما فيش تصور، ما فيش كاميرا. بس يمكن هناك في كاميرات في كل الاماكن، اما عندنا في مصر ما فيش كاميرات، فتلاقي اللي واقف في البلكونة بيصور، اللي واقف كذا بيصور. هو خلي بالك، لا هو نيرة منطقة كان فيها كاميرات، بس كاميرات الموبايل كانت اقرب. يعني هي شارع الجامعة في المنصورة عندنا في كاميرات طبعا. بس هي الفكرة، وانا مع ان يعني حتى الشرطي هناك بيطردك بيقبض عليك في كاميرا في جيبه. الحاجه متصوره، فانت مفيش مجال. ما وصلناش بقى للتقنيات مفيش مجال. فانا مع جدا ان الدنيا كلها تبقى مزروعه كاميرات. ده ما خد بالك حقيقي وبيحصل وساعد جدا في القضايا دلوقتي. اي متهم خلاص هي بيتابعوا خط سيره من الكاميرات. بالزبط. لو راح فين الكاميرات هتجيبه. بالظبط، فدي حاجه كويسه. مصطفى، انا عارف ان انت اول واحد حققت قضيه صفحه جيزه وصورت. ليه لما انت حققت فيها ما اتنشرتش قوي كده وبعد كده اتنشرت من طرق تانية؟ مش فاهم يعني. هي في الوقت ده القضيه كانت غريبه جدا،
والقضيه كانت قديمه، وقائع القتل كانت قديمه. انت بتكتشف جريمه، انت حد يعني جريمه تكتشف بالصدفه. احنا دلوقتي ما عندناش جريمه قتل حصلت فالناس تبدا تقول مين اللي قتله ومين اللي قتل ده، موضوع عدى وفات خلاص. لكن موضوع واحد بيقبضوا عليه في قضيه سرقه فيكتشف ان هو منتحل صفه شخصيه واحد مقتول، فيقولوا له انت ازاي ماسك بطاقه المقتول ده وماشي بيها، ده مختفي ومتغيب، انت ازاي يعني الراجل ده متغيب، انت ماشي بطاقته ازاي، احنا بندور عليه. تمام، لا ما اعرفش، اعرف ده صاحبك، ده انت تعرفوا بعض، راح فين، ده اخر مره كان معاك. بقى ضيقوا عليه الخناق، قال له ده انا قتلته. قتلته فين؟ ده انا قتلته في المكان الفلاني. احفر لقيوا جثه بتاعت مين دي؟ دي واحده ثانيه انا قتلتها. لا لا لا، ده انت وراك بقى قصه. طيب فين فلانه مراتك اللي متغيبه قتلتها؟ طب فين الست صاحبتك قتلتها؟ فبقي ان في كوكتيل جرايم وفي قاتل متسلسل. فاحنا في الصحافه قعدنا بقى ننشر جريمه في الثانيه في الثالثه، لكن الناس ما كانش فيه حاجه حدثيه. احنا عملت لقاء مع حد فيهم؟ عملت لقاء طبعا، لقاءات كتير من زمان. لا عملت لقاءات لما حصل، لما اكتشفوه. لان دلوقتي كل واحده اختي متغيبه، خايفه بقى اكون هربت مع حد، راحت مكان فما بيتكلموش، فما طلعتش في الميديا. محضر في اسم الشرطه ان اختي متغيبه، ولما تم التوصل اليها وخلاص، ما كانش في تقنيات حديثه على ايامهم. بس فواحد كلهم كانوا متغيبين، ما كانش في جثه، ما فيش جثه ما فيش جريمه. فعشان كده بقى لما حصل بقى احنا يعني على فكره كان في تغطيه بس الناس مش فاكره. لا عملنا تغطيه وكانت متابعه في المحكمه وكانت الناس بتتابعها، بس ما كانتش ترند قوي لما اتعمل مسلسل. فلما اتعمل المسلسل الناس بدات تسال هو مين سفاح الجيزه، نص الناس ما كانتش تعرفه. فبدانا بقى ان احنا نعيد نشر الحاجات دي. انا كنت عامل لقاءات وقت ما اكتشفوا الجريمه مع زوجته، كان اول لقاء ليها، واول لقاء مع والد الضحيه، واول لقاء مع والد الضحيه من الثلاثه، والرابعه كانت في اسكندريه، عملها المراسل بتاعنا في القاهرة 24. ولما حصل تاني بدأنا نجيب تعليقات منهم على المسلسل، وهل الدور ده فعلا جسد اللي حصل ولا لا. بس عشان كده خدت الزخم مع المسلسل. المسلسل طبعا ما كانش يعني ليه صلة بالواقع، حاجات بسيطة، هو بس الاسم، لكن طبعا كان في احداث كتير جدا جدا ما حصلتش، وكان ممكن تصور بشكل احسن من كده لما يبقى كأنه وثائقي اكتر من هو عمل دراما. نعمله دوكيومنتري اصلا، بس في سؤال. نعمله دوكيومنتري يبقى ممتاز جدا. السؤال هنا الناس دي كانت المفروض تحمي نفسها ازاي من شخص زي ده؟ الشخص ده محدش عارف يحمي نفسه منه، لان الشخص ده انتحل صفه سبع شخصيات، ضابط ومهندس وقارئ وعامل ومحامي. فما كان يدخل فعلا الدخل على اي حد يقنعه ان هو الشخص ده، ان انا فعلا ضابط وان انا فعلا محامي وان انا شيخ. فكان بيحتال ومعاه اتمسك معاه حوالي 15 بطاقه. طب السؤال هو كان بيعمل عمليات تجميل ويغير في شكله. تمام. فكان الراجل ده لا صعب جدا كان حد يقدر عليه، ولذلك حتى في التحيات هو لسه عايش ولا اتعدم؟ ما زال عايش وما زال بيحاكم لسه، حتى القضيه بتاعته ما خلصتش، شغال لغايه دلوقتي، واخد اربع اعدامات اتأيد منهم ثلاثه ولسه قاعد قضيه رابعه. فشخص كان فعلا لا ما اعتقدش ان حد هيتكرر زيه، بس لكن كان فعلا بيحتال، لا صعب جدا. بس اكيد في حاجه بتبان والناس بتفوتها يعني، عشان الناس تتغاضى، اللي هو ايه؟ اللي هو انا حاسس الشخص ده مريب بس معاه فلوس، شكله كويس، فانا هتغاضى مش هساله عن تاريخه يعني. طبعا لازم يكون صح، بيبقى فيه علامات استفهام كتير قوي عليه، بس مش هساله فيها عشان انا مرتاح بالوضع ده، والراجل ده عامل معاه واجب كبير، بس عشان كده انا هتغاضى مش هساله خلاص. طب هو كانت متعته ايه في القتل بقيت اللي هو عايز يعني؟ بيقول انا اي حد يجي عليا اقتله، اي حد يعني مثلا ياخد حاجه من حقوقي اقتله، وبعد كده اي حد يكتشفني اقتله. بس هو في الاول كان بينتقم، حتى في مراته كان مختلف معاها على فلوس هو مستلفها منها وهي عايزاها وهو مش قادر يديها لها، فلما حصلت المشكله مسكها قتلها. فحتى بعد ما قتلها ودفنها دفن الفلوس جنبيها، اللي هو بيقول لها انا مش عايز فلوس، بس انت ما ينفعش انك انت تعملي معايا كده. هو مريض نفسي اصلا؟ هو لازم يكون مريض نفسي. لا هو مش مريض نفسي يعني، بس يعني هو يا ريت يكون مريض نفسي. جذوره ايه يعني؟ جذوره ازاي؟ جذوره النفسيه ايه؟ هو يعني شخص زي ما قالوا علماء النفس سايكوباتي يعني. جذوره وهو صغير كان شخص عادي جدا، في حاجه كان شخص حاجة حولته. التقينا مع والدته ومع اخته، لا هو كان شخص عادي وكان ملتزم حتى في الصلاه وكده، لكنه تحول مره واحده من الطمع ان هو قتل صاحبه. اول حاجه اللي كان صاحبه ده شغال في السعوديه وكان هو اللي بيدير له اعماله في مصر، فاستولى على كل حاجه بتوكيل عام. فلما جه صاحبه بقى جه قتله عشان يستولي عليهم، فالطمع ده هو اللي عمل فيه كده، فخلاه بقى عايز يحافظ على الثروه بتاعته. فبدا ان هو ايه، وكان بيحب الستات جدا، فكان اي ست ما بيطلقهاش بيتخلص منها بيقتلها. بس فده ده كان
الدافع عنده ان هو بيحب الستات، ما يحبش اي ست يكون يعرفها انها تروح لحد غيره، اي ست تكتشف امره او تتخلص منه او تمشي كان بيقتلها. بس لكن هو مش مريض نفسي، احنا كان نفسنا يبقى مريض نفسي عشان ما يبقاش في شخص زي كده موجود في المجتمع معانا، زي الست بتاعه اسكندريه بتاعه الزقازيق اللي هي كلت ابنها ده. لا ما اعرفش يعني ست في الزقازيق من حوالي 4 شهور قتلت ابنها عشان خايفه والده ياخده بحكم محكمه حضانه، فقتلته، وبعد ما قتلته قطعته وطبخته واكلته. فلما اتقبض عليها احنا كنا بنقول يا ريت او تطلع مريضه نفسيا، عشان لما فيش حد شخص عاقل يعمل كده، فيش حد يعمل كده ابدا. فبالفعل طلعت مريضه نفسيا، اتخذت حكم براءه يعني اعدام بمحكمه نفسيه. مش مريضه نفسيا، انا عايز اقول حاجه بس، الناس فكره ان انا استحوذ عليك فمشيك بريموت كنترول، موجوده ولا مش موجوده؟ استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. الناس دي دايما هتلاقي ليهم تاريخ شيطاني، بيروح الدجله دجله، بيعملوا ما بيصلوش، في كونفرت لو ما فيش مرض نفسي في بعد عن ربنا. فبيحصل ايه بقى اللي هو الناس بتقول عليه مس وحسد؟ لا ما فيش مس وحسد، هم ده الشيطان اللي خليها بكده، هم حاجه واحده، استحوذ عليه الشيطان، استحوذ بقى مس حسد، استحوذ عليه هي. يعني انا يعني انا شايف، فاكر مره صديق ليا كان ملتزم كده، بدا يروح بعض الاماكن فتغير بقى عصبي ويروح ديسكوهات معينه وبتاع، عشان كده تلاقي حتى ناس اصحابنا اللي خربنا عصبيين، والبنات اللي بنعرفهم اللي خربها قوي بتبقى عصبيه قله الادب وروضه وحشه. الشياطين بالحكمه فيها. الغل، الشيطان بينمي الغل. فرحنا فبدا يشوف كوابيس، فرح للشيخ قرا عليه القران كده، قال له انت رحت اماكن الفتره اللي فاتت فيها يعني معاصي وسلوب اوفر؟ قال له انت الاماكن دي انت بتقابل اشخاص معاهم الشياطين دي انواع، فدخلت حياتك انواع جديده من الشياطين، فعملوا فيك كده، ارجع بقى للقران والاذكار عشان ترجع يبعدوا عنك دي. فلازم اقول نقطه مهمه جدا في تحليل الجرائم، ان الشيطان اللي خليه يعمل كده، بس هو من اصرافه على نفسه في الغلط الشياطين بتلمع حواليه، فتحس عينيه عامله كده، بتحس في حاجه في عينه مش مظبوطه، دايما اللي عنده مس او الشياطين معاه تلاقي عينيه عامله كده ومبرق، وتقول اصل ده مجنون نفسي، هو خلاص هو الشيطان بقى ملازمه، بقى في شيطان عايش جواه ومجموعه شياطين بتحركه، استحوذ عليهم الشيطان. فبيتحول بقى المجرم لقاتل، وده بيبقى تفسير لجرائم كتير جدا. عشان كده بقول انه مش بريء، المحكمه برئته انه مريض نفسي. انا بشوف مش مريض نفسي، انا كقاضي هشوف الهيستوري بتاعته عمل ايه، شخص صالح وكذا 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 كده بقى، بيبقى في هيستوري فعلا وبيشوفه. مثلا فيسيولوجيا، في حاجه حصلت في مخه، في حاجه حصلت في مخه فيسيولوجيا اختل، خلاص هو مريض نفسي. ايوه، لكن هو سلوكيات، يعني في سلوكيات حصلت وصلته لكده، لا ده يتحاسب. انا هاكد الحته دي برضو، مش هندخل في الموضوع عشان الموضوع ده كبير جدا. السواق اللي متهم بخطف حبيبه الشماء ربنا يرحمها، الداخليه بقى عملت ايه في الموضوع ده؟ قالت له احنا مش عارفين انت عملت ايه جوه العربيه، انت انفردت بالشهاده لان البنت ماتت وقبل ما تموت كانت في غيبوبه، بس احنا هندور وراك. هدور ورا ازاي؟ راحوا لشركه اوبر قالوا لهم احنا عايزين كل البلاغات اللي اتقدمت في الشخص الله. فجابوا كل البلاغات اللي عليه، فطلع بقى في بلاغات 17 بلاغ، منهم بلاغات بالنصب، بلاغات بالسب والقصف، ومنهم بلاغ بالتحرش، تحرش الجنس. فعشان كده قالوا له لا، يبقى انت عندك سابقه لدرجه ان اوبر اخذت الاكونت، فزور رخصه وعمل اكونت جديد عشان يقدر يشتغل لغايه ما وقع في موضوع. طب انت بتقول ليه ما عملش حاجه؟ انا لسه ما قلتش حاجه. انت ما سالناك في الكواليس قلت ان هو ما عملش، بس خوفها حاجه كده. هو عمل شواهد تخلي البنت تفتكر ان هو يخطفها، يعني بقول لك انا اتكلم في القضيه دي بشكل موسع مره ثانيه. هو عمل 4 حاجات، اول حاجه هو كان بيسوق بسرعه كبيره جدا، سرعه العالميه دي بالنسبه لنا دلوقتي سرعه في الرادارات 90 100 دي بسرعه، وكان قافل الازاز مع ان الوقت يعني ما كانش ينفع فيه في ازاز عادي يعني، وكان مشغل الكاسيت بصوت عالي جدا وبيرش برفان في العربيه. فخلاص بنت قاعده، اذا مقفل الازاز ومشي بسرعه بيرش برفان هيغميني مش عارف ايه، وكمان معلي كاسيت عشان لو صوتت محدش يسمعني، فتحت الباب ورمت نفسها. لكن اللي هو عمله ده كله ممكن تشوفه من ناحيه ثانيه منطقي جدا، هو قافل الازاز الجو برد، هو معلي الكاسيت كان بيتفرج على ماتش بتاع النادي الاهلي، هو بيسوق بسرعه 100، السرعه دي قانونيه على طريق السويس. ده اللي هو حكاه؟
تمام. لا لا انا بقول لك شواهد احنا لينا احنا. هو بيرش برفان ده سكيب نجيبها من عند العطار، نجيبها من اي واحد بتاع تركيبات. لكن لما البنت بقى عشان عندها تروما وعندها فوبيا من الخطف فشافت ان كل ده مين قال عندها تروما؟ ممكن ممكن ممكن. بس احنا عندنا البنات حاليا بيشوفوا التجارب احنا عندنا البنت بتقول ممكن، وعندنا السوابق بتاعته بتقول اكيد. هي السوابق ما فيهاش محاوله خطف، لا بس السوابق فيها تحرش، فيها تحرش، هي خفت منه ممكن يكون حاول يتحرش بيها. طيب بص لها بصه مش كويسه، يبقى هو اكيد الولد برضه عنده صباعين مقطوعين، كان يعني شغال في مصنع قبل كده. احنا النهارده لما حاسبه بصت برضه في المنظر ده حسبناها التحرش انه بيتحرش بيها وماتت. هو دلوقتي سبق للتحرش ولا لا؟ هو سبق للاتهام بالتحرش بس مش تثبته عليه. ايوه سبق ليه كذا اتهام، قفل الاكونت اتهام واحد بتحرش. احنا ممكن نجيب الناس اللي بالظبط وتسمع اقوالها، بس اكيد الناس ممكن ترسل، مش عايزين يدخلوا في قصه زي كده بالذات قوي في راي عام في اي حاجه فيها بتتعرف. بس فده احنا انا باكد على كلامك ان برضه بيجيب الهيستوري بتاع الواحد يعرفه، فلما لقيوا الهيستوري بتاعه فيه مشاكل كتير قالوا لا انت مدان بمحاوله الخطف. ربنا يرحمها، وانا شايف انها بنت بطله وشهيده رسمي، من مات مدافعنا على ارضي نفس السبق ان هو شهيد ومنتهي. وهي بنت يعني بنت اموره وبنت جميله، وفي دافع ان هو يتحرش بيها جدا، مش يعني مش بعيد يعني. وربنا يتم انه لو كانت كل التهم دي مثبته عليه ان شاء الله. ان شاء الله مبسوط جدا باللقاء معاك النهارده. نعم صح. والناس تنتظر بقى الحاجات الجامده اللي احنا هنعملها الفتره الجايه، تبقى اجمل من كده بكتير، لان لقاءنا كان تلقائي خالص. حاجات تانيه بقى احنا بنقص النفط بس نشوف ترتيبها، والموضوع هيبقى مختلف ان شاء الله. حبيبي.